ومالي الخيل. كتلقى الراجل في مولاي عبد الله العود مقيوم عليه بسناحه وثمانية دمنايل، والدينار تاع الصالة هنا فلاح فلاح، واللحية بيضاء، والعود بثمانية دمنايل بسناحه، وماشي كيتخلصوا ولا هواية، غير نشاط. ديرين خزانة فراقات دابحين جديران، والسواني تعاتي واللوز والقرقع والخيل مربوطين. اعطيو الحاج سنيه كيديرو عنده 80 عام الى عطيه كوكي حلا بهم هاك، ما يكمي ما عرف والو، غاناش بالعود. بعد قالوا انا با واحد هي فوق الحيط جات زفزيك مع المسوس، هاي 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 هاي، خسروها خسروها، شدوا انت اسمروا صفيحتو كدير 8000 خسروها. وواحد مسكين كيعمر مولي الخير، كيد الله يعمر واحد الشيباني كيعمر يوم ويعبر البارود 4 الصباح، مالو كيعمر يوم؟ علاش؟ كان عنده العود وداتو داه الوقت غلبتو، داه ليه الجفاف. خص هاد الناس يدعموهم ويعاونوهم على الهوايه ديالهم، النشاط تاعهم يعاونوهم عليه ناشطين. ها كيعمر لهم مسكين داك الشيباني، وشد واحد الجلابه هنا مسكين وكامل مرمد بالبارود، تقول انت خرجوه من المكحله هو نيت. غايقول الخيل انا بويدي واه يا الحاج دريس هذا العود لا 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 هاي ها واه وما مشاو هادي بالله غالا قوى فراس مجبد ويدير جلابته وارقود دمية القلب. علاش مسكين ماله؟ نشاط هواية. ومالي الخيل كتلقى الراجل في مولاي عبد الله العود مقيوم عليه بسناحه وثمانية دمنايل، والدينار تاع الصالة هنا فلاح فلاح، واللحية بيضاء، والعود بثمانية دمنايل بسناحه، وماشي كيتخلصوا ولا هواية، غير نشاط. ديرين خزانة فراقات دابحين جديران، والسواني تعاتي واللوز والقرقع والخيل مربوطين. اعطيو الحاج سنيه كيديرو عنده 80 عام الى عطيه كوكي حلا بهم هاك، ما يكمي ما عرف والو، غاناش بالعود. بعد قالوا انا با واحد هي فوق الحيط جات زفزيك مع المسوس، هاي 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 هاي، خسروها خسروها، شدوا انت اسمروا صفيحته كدير 8000 خس